كل عام وانت بألف ألف ألف خير يا رب. وانت بخير؟ ايش السالفة؟ أبي الكل اليوم يقول لي كل عام وانت بخير. لحظة لحظة. ناسية. لا لا لا. تصدق ان انا ناسي ان اليوم عيد ميلادي؟ وهم كل عام وانت بخير مرة ثانية. وانت بخير؟ شنو انتوا داخلين مكتبي وشايفين الرزنامة؟ انا متأكدة. تدري انا من متى كاتبة عمر الأربعين؟ لأنك كنت وايد متخوفة منه. عشان كذي أنا اليوم قاعدة وايد متضايقة لأني دخلت الأربعين. كنت وايد أحاتي هالعمر. كنت وايد أسأل نفسي أفكر شنو يعني الأربعين؟ عمر يخوف. حس إنه بسرعة كبرت. حس إنه السنين كذي ركضت. فجأة شفت نفسي بالأربعين. بالعكس، العمر ترى مجرد رقم وبس، أهم شيء الصحة والعافية. صباح الخير. صباح النور يا هلا. لا لا لا، وين؟ وين ابتسامة أبو عبد العزيز الصبح؟ وين الصباح المشرق؟ وين يا هلا ومسهلة؟ إيش فيك؟ عسى ما شر. الله يمنيره، تعبان مو نايم، جاي الدوام مواصل، تخيله؟ لا، ليش؟ استريح استريح يا قدي. المدام حاطه ريل بالسماء وريل بالارض، الا تبي تسافر تبي تروح لبنان، متخيله انت؟ اكيد هالشيء ما راح يعجبك مو؟ احنا بينك هي بكل حالاتها لا تدري عني ولا عن البيت يعني. فما بالك هالدور اذا تعلمت على السفر، شفكنا. والمشكله مو بكذي، الاخت ما تبي تقعد بفندق، الا بتقعد عند رفيجتها بشقتها، ورفيجتها هذه هي ساس الخراب كله، يعني ما دانيها بعشت الله. والله شو اقول لك؟ اقعد معاها وتفاهم. انت تنازل شوي وهي تتنازل شوي، وبعدين اذا على سالفة السفر خلها تروح، خد غير جو كم يوم. واذا على رفيجتها قل لها انا راضي تسافرين بس بشرط انك تقعدين بفندق مو عند رفيجتك. قعدة وتفاهمة ابو عبد العزيز، مو علشانك، علشان عيالكم. صباح الخير. صباح النور. شلونك؟ أقول لك أنا مرتي سافرت اليوم، ودي أطلع لها عائلة غير لهم جو شوي، ما تدري وين أوديهم؟ مصطفى أنت يضحك الشخص الغبي، يعني أنت تدري أنا لا عندي عيال ولا متزوجة علشان أعرف أماكن حق العيال. لا مو قصدي والله، بس أنا قلت يمكن يعني لما طلعين عيال أخوك وكذي. لا عيال أخوي كبار، حتى أمهم متزوجة. إيه انت صادقة، ان شاء الله بيوم تزوجين وراح تشوفين اليهال ولويتهم شلون صايرة. انا؟ ما اعتقد، والله خلص راحت علي. بالعكس، هتقولين كذي؟ انت الف واحد يتمناك؟ الف؟ ابي واحد من الف. صدقين عاد؟ انا لو ماني متزوج كان من زمان متقدم لك. مصطفى انت زميل وأخو عزيز، الله يخلي لك مرتك وعيالك إن شاء الله. يا راضي زوجتي أنت ما تعرفينها، هذه تغطك بالبحر وتطلعك ناشفة. زين وأنت إيش ناوي تسوي الحين؟ إيش بسوي؟ العيال بحطهم عند أمي على ما أخلص إجراءات الطلاق، وتالي بدز لها ورقتها. أنت فكرت عدل؟ أنت متأكد من قرارك هذا؟ يعني ما راح تتحسف بعدين؟ قلبك ما راح يحن لها وترجعها؟ أنا بتحسف، بتحسف ليش إني ما طلقتها من قبل. وإذا سالفة رادة على قلبي، ترى قلبي خلاص عافها، طاب الخاطر كرهها مرة واحدة. نيرة، أنا في كلمة بقلبي بقولها لك، ما أدري كانها سرك ولا ضايقك، لكن هذا واقع، أنا ما أقدر أخش أكثر من كذي. نيرة أنا أحبك. أه
مصطفى، ما بي أكون أنا سبب خراب بيتك. نيرة، بيتي ترى مخترب من زمان، من قبل لا أعرفك. أنا ياما حاولت أرمم فيه بس ما قدرت، خلاص طفح الكيل، وصلت حدي. المرة هذه ما تنفع لي، أنا وايد تعذبت وياها. نيرة، أنا ما أبي منك غرارة الحين، أبيش تفكريني شوي. أنا أدري أن أنت مرتبكة، بس صدقيني القرار هذا بيكون أحسن قرار أخذته بحياتي. أنا عارف إيش قاعد أقول.